كنا نلعب هنا، انا العب في المدرسة، العب بعد كرة سلة، وفي الـ في الـ في الفريج لاعب، مو بحارس بعد، لا كنت لاعب، احب اسجل اهداف. اي نعم. وفي الصدفة هلون لعبنا مع الفريج، اسمه فريج ده فريج الحكومة، في فريق اسمه الساحل، اسمه فريق الساحل، لعبنا مباراة ضد نادي محرق لأن نحبه، وكان أخوي العود مايد يلعب، كان حارس. ولعبت أنا كنت جاي من المدرسة قبل يعطونا نظام، مثل ما أقول لك، تروح العصر، تروح تقدم، تدرس وترجع. الفريق لعب الشوط الأول، لحقت عليه الشوط الثاني، أنا لعبت، كان نتيجة 0-0. ولعبت أنا، كان علي ثوب، شلت الثوب وتحت ثياب مال الكرة، وسجلت هدفين، وفزنا على محرق اللي أنا أحبه. البداية كمهاجم وسجل أهداف، وبالصدفة كان ما عندنا حارس في أول تدريب أو أول مباراة رسمية، مو رسمية، حبية، كان إعداد حق الدوري وما في حارس. قلت لهم أنا بايلس مكان ذي، حقت حق أحمد أون بايلس. قعدت وشافني، قال لا إيش لك بالمهاجم يز حارس؟ قلت لا لا ما لا أنا أبي بسيت مرة ذي. جات بعد مباراة ثانية اللي يقول لي بعد ما عندنا شو اسوي، ما عندنا حرص، انت قعد الحين. قعدت وبس، اللي يقول لي لا انا نصحك خلاص تمشي في الحراسه. لا انا ما احب الدراسه بامانه، ما الف وادور، كنت ما احب الدراسه، احب الكوره. الكوره خذت عقلي وخذت كل شيء. اي يعني ساعات احاول اتغيب عشان ما اروح المدرسه. اي نعم، شيطان كنت، شيطان. اي الله يرحم الوالد، يطقوني. وحتى الثياب مال المدرسه اخشهم، اقول ثياب مال الكره اخشهم في الكازينو، يمن الكازينو حديقه، واحطهم تحت الشارع عشان اروح التدريب واخشهم تحت. منعون يقول انت دراستك، فعلا هم يعني الدراسه هي اهم شيء، المستقبل يعني. لو ما الواحد لو ما عنده كوره مثلا، انا الحمد لله رب العالمين وفقني في الكوره، موهبه من الله سبحانه وتعالى، ومشيت في الكوره. لما في الكوره احنا ابيع سمك بعد مو بدي. اي بس انا كنت في المدرسه كنت لاعب سله رقم واحد في الصغار يعني. اي كان انا وصديقي فهد جلال كنا اللاعبين في السله وايد، وفي النادي بعد سمنا لاعبين في سمنا في الناشئين، يعني نفس الشيء، كنا في نفس المدرسه ونفس النادي. اي لا بس السله بعد ترى بعد لعبت للنادي محرك وانا في الناشئين، بعد لعب للسلة، وبس يوم صعد الفريق درجة أولى قال لي لا خلاص أحمد سلمي رجع وقدم وخلاص نسوي السلة. صرت من سنين الدوري، صرت أنا من الهدافين، ثاني هدافين من ضربات جزاء كلها أسجلهم. يعني تطلع بعد ال أي ضربة جزاء يخلوني أنا أروح. كانوا مدرسين بأمانة، يعني أنا أقول لك مدرسين قالوا لي كمل حمود، هنا بنساعدك وذي ما شاء الله. بس خلاص كنت صغير وخذوني المنتخب، و اي يعني تعرف استنسيت دراسي قطها في حواره. اكيد يعني انت قبل يعني انت رهنا على ايامنا مكافآت بسيطه، يعني يمكن يصرفوا لك في اليوميه يمكن 10 دينار، الحين 100 دينار الحين. يعني ما تطلع، واذا الفوز يعطونك كم؟ قبل يعطونك يمكن 30 دينار في الفوز. ما كاد يعني فوزنا بكاس الامير حصلنا 1000 دينار. ال 1000 دينار على قبل 10000 دينار، عن 10000 دينار تجيب سياره، هي تزيد شوي تجيب سياره. اي نعم. والمنتخب يوم جيت من كاس الخليج اول مره اشترك فيها، وحصلت على احسن حارس، احسن حارس كاس، وكرموني الاتحاد، كرموني ويا المؤسس الرياض وشباب على ما اظن، اعطوني 1500. اي وناسه، اي
يعني كان 15,000 قبل. الدينار وش كنت تصرفه حق أكثر من 3-4,000 دينار. والله عمل جمارك حلو. أنا مفتش. إيه أنا مفتش قسم التثمين. إيه عارف شنو البضاعة من وين جاية؟ من ميدن شنو؟ UK USA شيء نعرف. بعضهم ما يحطون الميدن يبون يمشونها نصيدهم نعرف شو نصيدهم. اي بعضهم يجيب لك مثل ما عينه يجيب لك عينه يقول لك هذه عينه لاصق فيها انه ميدن. اروح اشيك عدل بعدين البضاعه اشوف ما فيها بضاعه ما فيها ذي ميدن. ما كفى كلش كله فيها مواقف. كلها مواقف كلها تشوف الاشخاص الموجوده دي كلهم لي ذكريات وياهم حلوه. اول شيء ابرز اللي الله يرحمه الشيخ عيسى الامير شيخ فعلا أنا الله يرحمه واقفته معاي واقفه يحبني يعني. وفعلا اذا الفريق يجي بدوني يسال عن يقول لا تشوف بدون حمو سلطان. وقف وياي ودي البيت الارض هو هداه صراحه يعني كان في عروض هو عوضني في كان عرض كان حق في قطر نادي الاتحاد وهو قال لي لا انت تلزني ما حد ما تطلع انت وفعلا عوضني. كذلك الملك ما انسى فاضل صراحه بامانه من يوم انا بديت 75 وقفته معاي يا يومك. انا اقول لك 75 توني بارز في سوريا اهداني سياره اول ما جيت اهداني سياره على ان مستواي توي ظاهر وشجعني ورد مره ثانيه اهداني سياره. وش اقول لك انا ما اقدر يعني كفايه انا كنت في 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 المجلس في قطر كنت محل هناك يتصل فيني يطمن علي من يسوي هلم ملك. شفت ملك في, 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 في العالم انا تحدي يتصل باللاعب وهو في المجلس في برنامج من كذلك اهداني الساعه في بعد المباراه الساعه البروزه. شفت انا في العالم في ملك في ساعته او امي او اي واحد في ساعته الخاصه يعطيك اياها. لا ما تقدم هذه المواقف دي. كذلك رئيس الوزراء الله يرحمه الشيخ خليفه كنت انا صلاه جلطه في الهند هو تكفل بعلاجي. هذه الشيوخ ما انساهم صراحه ولا بطلع من جزاهم يعني. هذين ناس انا كشخص ما قصروا وياي يعني. والله شوف انا كنت ما احب قولوا لي تحليل صراحه كان تحليل برنامج المجلس. ما انا قلت لا ما انا ما بتحليل ولا انا خذيت شهادات تدريب حراسه. رحت في ماليزيا خذيت شهاده رحت في الكويت خذيت شهاده خذيت دوره هني بعد خذيت اباصه اسوي مدرسه حراسه. كنت حاب النادي بس الاخوان في قطر الشيخ جاسم قال لي لا احنا نبيك عندنا برنامج بنفتح برنامج بنسوي برنامج حق الدوري نبيك. قلت له لا الشيخ انا ما اختار غيري انا ما اسمع. قال لا انت طبعك يعني عادي يعني شعبي وما تتكلم ما تسوي شو ولا شيء تقول اللي في قلبك دي. قلت لا اذا ما عجبك انت جرب فتره واذا ما عجبك انا ما قصبك. بس عجبك اي لان مجلس عادي يتكلم وتقول له هذا تنتقد
يقول لك انتقد حتى الشيخ، انتقد اي واحد انتقد، بس لا تجرح الواحد، خليك تنتقد يقول انت عملك مو زين وانت كيت كيت اي واحد. بس الحمد لله عقب قال لي ها ايش رايك؟ قلت له لا اوكي. قال لي خلاص انا ترى مجرم في مناقشه. اي صريح جدا. ما في يزعلون علي، بس اقول صراحه. الصراحه الناس الحين ما يزعلون منه، انا اقول صراحه ما علي منه. لا انا ما مسوي الاعتزال، انا سويت اعتزال بروحي بعد. النادي ما سوى الاعتزال. ما سوى لي. النادي ما سوى. لا انا سويته. وانا تحملت التكاليف من ناس اشخاص. اي نعم. من سكن حق الفريق السعودي النصر، ومن النجوم الجايين. حد دفع ناس تكفله. اي اما هذه لا زعلت انا فعلا زعلت. هاي النقطة ما انساها في حق في نادي محرق وفي الإدارة اللي كانت موجودة، ما انساها لهم بعد العمر ده. اي لا ما انساها، لا ما انساها. اي انا انجازات وحققت اكثر لاعب حقق 10 كاسات و10 دوري، 11 اقول 11 11 من يحقق لاعبها مع الاسف. ما سووا لك ولا قدروا لي، على الاقل قول بعد السنين رجعوا شويه وسووا لي تكريم لو في 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 اي مكان. بس نفسي نفس عندهم اداره، تي واحد جديد صراحه هو الاحسن ودي احسن كل واحد. وهم لا ما فيش خلاص تروح يلا باي باي مع السلامه. الحمد لله بيت واحد صحه ياكل يشرب شوف اللي حوله طيبين الحمد لله. بس أتى بزيادة ولا سوي لك عمارات ولا سوي لك كلها رايح كلها هذه بتهدم بتروح. قاعد الحمد لله المعامل زين الطيب الناس يحبونك وذي شم تسوى. أنت لو أعطيك مليار واحد ما وصحتك مو في صحتك زين شو تسوي؟ عدولة تصرف عليه كله بعد ما عدولة أمشي الصحة. الله يعطيك الصحة إن شاء الله ويعطيكم والاحترام وحب الناس. بس كم تسمع والله تاكل خفيف وتاكل وتشرب ترقد نايم زين وفي امان في بلد في امان مرتاح. بس تبي شو تبي من الدنيا